سيرك عنا على عمان، خدني لهناك يا بابا حبيب من زمان. أشوف الفيل مع المدرب بيمشي على الخيط، وكتير في حيوانات كمان حييجوا على عمان. يا بابا لازم تدرس للامتحان ولازم تنجح، وبعد طلوع النتائج حنروح من الصبح. وهيك عمر صار يدرس بالليل وبالنهار، وجاب الأول على صفه وشعر بالافتخار. بابا حيجي السيرك عنا على عمان، خدني لهناك يا بابا حبيب من زمان. أشوف الفيل مع المدرب بيمشي على الخيط، وكتير في حيوانات كمان حيجوا على عمان. لازم تدرس للامتحان ولازم تنجح، وبعد طلوع النتائج حنروح من الصبح. وهيك عمر صار يدرس بالليل وبالنهار، وجاب الأول على صفه وشعر بالافتخار. أخدوا أبوه على السلك وشافوا الحيوانات، قضوا أجمل الأوقات برؤية الاستعراضات. من جد فقد وجد فادرسوا يا أطفال، ومن سار على الدرب وصل مهما كان الحال. اشتركوا معنا في قناة رؤيا كيدز، اضغط سبسكرايب ثم اضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. يا بابا حيجي السيرك عنا على عمان، خدني لهناك يا بابا حبيب من زمان. أشوف الفيل مع المدرب بيمشي على الخيط، وكتير في حيوانات كمان حيجوا على عمان.